قالت صحيفة ذا سون البريطانية إن نحو 800 عنصر أجنبي من أسر تنظيم داعش الإرهابي تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى بعد قصف تركي. وأضافت المصادر أن فرار عناصر داعش تم بتنسيق مع مجموعة من القوات الموالية لتركيا وبغطاء من القصف التركي ومساندة من الهجوم التركي. مش كيف قدم المنطقة كيف واجب بلدر كده ما حوشكش.